ايش انا قلت لك، انا استخبرت حتى سمعت باللي صايق راه ديجا راه في الكوما، وعاود سمعت باللي قالوا باللي صايت بوفا. هذا اللي سمعنا قال لي ما امه ما عندهاش خبره باللي دار العمليه بالوفاه، ومسكين كان بين قسم الدهون، هما يقولوا زعما عمليه التجميل، هي ماشي عمليه التجميل، كان بين قسم الدهون اخويا، ودارها خطره نشحت له وعاود باش يديرها الخطره، ما نعرفش داروا له. هي كانت عند المغرب، عيطوا لي قالوا لي بلي المنارة في الكوما، من بعد 5 دقائق عيطوا لي قالوا لي مات، ما تقبلتش. هو شنو كان في قلبه، شنو كان يدير؟ كان يغني، كان عنده حفلات في يغني، انا ربي يعلم ما على باليش، تخلي مكتوبه وصاي اجلها كمل وصاي، الحمد لله وطلبوا له بالرحمه وصاي. لا مكان خويا دابا نقول راه برسك ديزون حدانا، جامي شنا عليه حاجه، ناس ملاح يدير الخير، معروف كما يقولوا بالصفه تاعها الحميده. والحمد لله البارح سمعنا خبر تاعه، ماناش مامنين لحد الساعه، ماناش مامنين. والله يرحمه، نتمنوا له الرحمه ان شاء الله وربي يغفر له.